في جانب آخر، رعى اليوم الأمير نواف بن فيصل أيضا حفل تتشيه مشروع الأكاديميات الرياضية في الأندية السعودية، اللي قال سموه إن هذا المشروع هو عمل استراتيجي قيم يعني ببناء الإنسان الرياضي السعودي منذ الصغر. الأمير نواف أيضا خلال افتتاحه لهذا المشروع قال إن مشروع الأكاديميات السعودي لا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط. الأمير نواف أيضا تحدث للرياضية بعد أو لوسائل الإعلام بعد نهاية هذا الاحتفال. متابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت اليوم أن أشهد على حدث كان في وقت ما حلم أن يكون بالشكل الذي وضع اليوم، وهو أن يكون هناك أكاديميات رياضية مختلفة في جميع مناطق المملكة، وطبعا أساسها هو الأندية. هناك لائحة تنظيمية لآلية هذه الأكاديميات بالشراكة مع القطاع الخاص. المواهب السعودية ولله الحمد متجددة، نشاهد في جميع على سبيل المثال الدورات المدرسية في ألعابها المختلفة، في جميع الدورات المقامة التنشيطية في جميع مناطق المملكة. الحقيقة عدد المواهب بالآلاف، ولكن هذه المواهب لعلها لا تجد المكان الملائم لممارسة هذه الألعاب. فالحقيقة هو مشروع كبير جدا بالشكل هذا بالتنظيم هذا، لا أظن أنه موجود في الشرق الأوسط. هذه خطوة، يمكن هناك أكاديميات في بعض الدول، ولكن أقصد تنظيم للأكاديميات في بهذا الشكل يشمل جميع مناطق المملكة وسيستقطب إن شاء الله أعداد بالآلاف. هذا قصدي، أنه ليس هناك مثيل له في الشرق الأوسط، وسيكون في مرحلة قادمة إن شاء الله دعوة لكثير من أهم مدربي العالم، من أهم لاعبي العالم، من أهم العقول الإدارية في العالم، بعد أن تنشأ هذه الأكاديميات إن شاء الله في غضون الفترة القادمة، السنة سنتين القادمة، عندما تكتمل البنية التحتية لها سيدعى إن شاء الله أكبر عدد من نجوم العالم، ليس في وقت واحد ولكن على مدار السنة، بحيث إن شاء الله كل شهر يكون هناك ضيف على المملكة من هذه الدول يشاهد هذه الأكاديميات، يعطي رؤية، يعمل محاضرات للناشئة والشباب الصغار يستفيدوا منه في كل المجالات.